دي مي طفولتها كانت طبيعية زي أي طفل، ولما كبرت شوية قرت بوست على فيسبوك بيقول أنت مش شجرة، أنت مش شجرة، وده خلاها تبدأ في رحلة البحث عن الذات. راحت بورسعيد أكلت سمك، راحت اسكندرية أكلت آيس كريم، طلعت الصحراء، راحت جمصة استنت الشروق وكلت كشري. باختصار لفت العالم، وفي نهاية رحلتها الفكرية لما رجعت اكتشفت إن جزامها اتبهدلت كلها من السواقة. لو مهتمة بالسياحة الغذائية أو بالفسح أو بتدور على ذاتك أو بتحب تتمشور، باختصار لو بتسوق اشتري كعب دلوقتي والبسه على جزمتك وانت سايق واحميها من بهدلة السواقة. كعب هيحافظ على جزمتك. تقدر تشتري كعب أونلاين، وكمان هتلاقيه في كل فروع On The Run إمارات مصر فيرجن ميجا ستورز.